للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي باسم العوادي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي. أبدأ مع سيد باسم العوادي. يعني سيد باسم، كيف تقرأ رد وزارة البشمركة على موضوع معاملة البشمركة مثل الحشد الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم. لا، بكل تأكيد البيشمركة قوات دستورية عراقية وردت تحت بين مزدوجين حرس الإقليم في الدستور العراقي. لكن هذا لا يكفي، لأن بالأصل كلمة حرس هي بحاجة إلى تفسير. هل تعني حرس جيش؟ هل تعني حرس شرطة؟ هل تعني شرطة حدود؟ هل تعني قوات أمنية؟ فبالتالي لابد أن توضح هذه الأمور بملاحق، ولم يحصل ذلك. عموما هي تشكيل رسمي عرف بأنه حرس للإقليم، لكنها حسب القانون العراقي يجب أن تكون مرتبطة بالدولة العراقية وبوزارة الدفاع، ومرتبطة في الأوامر العليا بالقائد العام للقوات المسلحة للحكومة الاتحادية. هذا لا يعني أنها غير مرتبطة أن تكون لها وزارة، لا ضروري أن تكون لها وزارة في إقليم كردستان، تكون لها قيادة عسكرية كردية، لكن الارتباط وفقا للدستور والقانون العراقي يجب أن يكون مع بغداد، وهذا لم يحصل خلال الفترة الماضية. الآن هي ليست حملة للنيل من البيشمركة تحديدا، ولكن الحديث حول تنظيم عمل شؤون المؤسسات المسلحة العراقية الأخرى بصورة متساوية. الحشد يعني صدر له قانون، فيجب كذلك أن يصدر قانون لكي ينظم عمل البيشمركة بصورة واضحة. دعني أجير نقطة أنه يجب أن تخضع قوات البيشمركة للقائد العام للقوات المسلحة في الحكومة الاتحادية. أستاذ صبحي، ما هو تعليقك؟ أولا أود أن أسمع منك تعليق أو تعقيب على ما قاله جبار اليور مسؤول أو وزير البيشمركة في حكومة الإقليم، يقول لم نستلم ولا دينار منذ زمن المالكي وإلى حد اللحظة رواتب لقوات البشمركة. نود أن نفهم منك ما تفسير هذا التصريح. نعم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الأعزاء. يعني بالتأكيد هذا أمر صحيح جدا، باعتبار أن الموازنة منذ عام 2014 قطعت عن الإقليم، وأيضا كان من ضمنها الرواتب الخاصة للبيشمركة، باعتبار أن البيشمركة هي جزء من المنظومة العراقية وتابعة لوزارة الدفاع العراقية، ولم يتم صرف أي رواتب لهم ومنذ ذلك الحين وحتى إلى غاية كيف اليوم. لم يتم صرف؟ أستاذ صبحي، ألم تتوقف الموازنة على تصويت الأكراد، وبالتالي كان شرط من تصويت الموازنة هو أن تدفع رواتب البشمركة؟ النائب السابق عضو اللجنة المالية جبار العبادي قال أن لا صحة لقطع رواتب قوات البشمركة، وأن الحكومة الاتحادية تدفع رواتبهم للإقليم، وإذا كان هناك أي تقصير فالتقصير موجود من حكومة الإقليم وليس من الحكومة الاتحادية. كيف ترد؟ لا، هذا أمر غير صحيح. يعني معروف جدا أن الموازنة قطعت، وأيضا رواتب البشمركة لم تستلم، وحتى الموازنة الحالية لعام 2019 رغم أنها نصت على أن تدفع رواتب البيشمركة ضمن ميزانية وزارة الدفاع، إلا أنها أيضا لغاية اليوم ما دفع هو فقط ما يخص الموظفين، رواتب الموظفين في إقليم كردستان، ولم يكن بضمنها رواتب البيشمركة. في جميع الأحوال يعني موضوع البيشمركة بالتأكيد هم منظومة دفاعية نظامية، وبالتالي هم يعملون وفق السياقات العسكرية المعروفة، ولديهم كل يعني السياقات العسكرية، ولديهم قوانين تخص تنظيم عملهم، وهم ليسوا بحاجة إلى تنظيم مثل ما كان الأمر الديواني فيما يخص الحشد الشعبي، باعتبار أنهم كانوا قوة يعني غير نظامية وتطوعية من أهالي، وبالتالي الأمر الديواني كان يخص الحشد الشعبي ولا يخص البيشمركة. البيشمركة نظمت نفسها ولا زالت لغاية اليوم أيضا تنظم، هناك فرق عسكرية وهناك ألوية وأيضا أفواج وسرايا، وبالتالي كل هذه التسميات العسكرية موجودة ووفق السياقات العسكرية يعملون منذ يعني حتى قبل عام 2003. نعم، ولكن قوات البيشمركة متهمة بالحصول على أسلحة ثقيلة بعد خروج القوات العراقية. هذه كانت أسلحة القوات العراقية بعد تركها للموصل. يعني كيف يعني قوات البيشمركة تأخذ رواتب من الحكومة الاتحادية ولا تأتمر بأوامر عادل عبد المهدي اللي هو القائد العام للقوات المسلحة؟ كيف ترد أستاذ باسم؟ لا، بكل تأكيد يعني هي من تأخذ الرواتب، ويعني حتى إذا حصل تلكؤ لمدة 7 أشهر أو 8 أشهر
عندما أوقفت حكومة الدكتور حيدر العبادي بعض الرواتب، وهذا الإيقاف يعني هو لم يكن استهداف وإنما كان بسبب امتناع إقليم كردستان، ولا زال ممتنع من تسليم النفط العراقي إلى الحكومة العراقية الاتحادية وفقا لقانون العراقي بأن يسلم النفط إلى شركة سوما الوطنية ثم يأخذون حصتهم على أساس الموازنة. وبالتالي منذ أن يعني شرعنا البيشمركة موجود منذ فترة، طبعا مثل ما يعني قال الأخ ياور القائد في البيشمركة وتحدث عن قانون شرع في عام 92، وإحنا شنا علاقة بعام 1992؟ إحنا هذا في زمن صدام حسين، إحنا نتحدث عن دولة العراقية الجديدة، الدستور العراقي الذي ضم إقليم كردستان كمنطقة فيدرالية عراقية، وبالتالي الدستور العراقي الحديث عام 2005 هو الذي منح الشرعية لحرس الإقليم المعروف بالبيشمركة، وبالتالي هم يعني تابعين للقوات المسلحة العراقية، يجب أن يرتبطوا بهذه الهيكلية العليا. وللأسف الأخوة في كردستان يرفضون هذه. نعم، ولكن جبار تعقيبا يعني على كلامك أستاذ باسم، يتعاون عذرا المقاطعة، جبار الياور قال في نعم. تصريح في نشرة سابقة قال سنلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة في حال إشراكنا بالقيادة العامة المشتركة، حالنا كحال قوات حرس الحدود والحشد الشعبي. يعني هو يريد أن يشرك قادة كبار تحت مظلة القيادة العامة المشتركة الاتحادية، وبالتالي في ذلك الوقت سيلتزم بأمرة عادل عبد المهدي. كيف تعلق؟ يعني كانوا مشتركين فترة طويلة. نعم، كان نائب رئيس أركان الجيش كان من إقليم كردستان يعني، وهناك ضباط أيضا بهذه الدرجة، وإذا كان هناك يرغبون بمشاركة فبكل تأكيد يعني قوات البيشمركة مواطنون عراقيون الإقليم لا زالوا تحت خيمة الدولة الاتحادية العراقية، فإذا ما حصل اتفاق أن يسند لأي مواطن عسكري كردي من منصب عسكري فلا بأس بذلك، لكن الأهم هو أن لا نتحدث عن التنظيم أو عدم التنظيم، لا هم قوة منظمة، قوة يعني الآن تتعامل مع دول أوروبية وغير أوروبية، تشتري السلاح، هناك تدريب، بناء خطوط اتصالات، أنظمة اتصالات، لكن نحن نتحدث عن الشرعنة، لا زالت القوات غير مشرعنة رسميا أو من خلال الشرعنة، يعني من خلال العلاقة مع الحكومة الاتحادية والقائد العام، لابد أن يحصل هذا الأمر ومثل ما حصل الحشد الشعبي. طيب أستاذ صبحي كيف ترد؟ هل تعتقد أنها غير شرعية وبالتالي يجب حل هذا الموضوع، ليس كذلك؟ لا بالتأكيد، المادة 121 من الدستور أشارت بشكل واضح إلى أن سلطات الإقليم هي التي تختص بإدارة الإقليم، ومن ضمنها أيضا قوات، أشارت إلى قوات الشرطة والأمن وحرس الإقليم، وبالتالي هم يتبعون سلطات الإقليم والقائد العام للقوات المسلحة في الإقليم وهو رئيس الإقليم، وبالتالي أيضا هم يشتركون وشاركوا كما أشار ضيفك إلى مع قوات الجيش العراقي، وهناك غرفة عمليات مشتركة، ولكن بالتأكيد هناك تأثيرات سياسية حقيقة، وضمن الأزمات المتكررة بين بغداد وأربيل كان يصيب أيضا هذا التعاون وهذا الاتصال بفترات طويلة من التقاطعات، وبالتالي في جميع الأحوال قوات البيشمركة هي ضمن منظومة الدفاع العراقية، ولكننا بالتأكيد نقول إن ولكنها لا تخضع لسلطات، يعني أعيد وأكرر نفس النقطة، لا تخضع لسلطات، هم يرفضون الإخضاع لسلطات أو قيادة القائد العام للقوات المسلحة إلا بشرط إشراكهم في القيادة العامة المشتركة. كيف سيحل هذا المشكلة؟ وهل ستكون هناك تداعيات خصوصا بعد يعني بعد الحديث عن موضوع إصدار أمر ديواني فيما يخص البيشمركة؟ هناك دعوات جدية لدفع عادل عبد المهدي واعتبار البيشمركة حالها كحال الحشد الشعبي. أشرت أستاذ العزيز إلى أنه قوات البيشمركة بموجب الدستور العراقي هي تابعة لسلطات الإقليم أولا، وسلطات الإقليم أيضا هي ضمن المنظومة الاتحادية العراقية، وبالتالي هذه العلاقة هي علاقة تكون مباشرة مع سلطات الإقليم، هذا من جانب. من جانب آخر بالتأكيد البيشمركة ليست هي كالحشد الشعبي، البيشمركة كما قلت هي قوات نظامية مسجلة ولديها، وأشار ضيفك إلى ذلك، لديها كل، لا تحتاج إلى هذا التنظيم الذي يكون بحاجة إلى الحشد الشعبي. من جانب آخر الأمر الديواني الذي صدر من السيد عادل عبد المهدي
الحشدي هو حماية للحشد الشعبي وليس هو ضد، والدليل أنه كل الفصائل المشتركة في الحشد الشعبي رحبت بهذا الأمر الديواني، وبالتالي البيشمركة هم ليسوا بحاجة إلى هذا التنظيم ولديهم كل. طيب بما أنهم ليسوا بحاجة لماذا لا يسلمون الأسلحة التي أخذوها بعد ترك الجيش العراقي وخروجه من الموصل؟ لماذا؟ لا يوجد شيء بموضوع أسلحة، استلام أخذ أسلحة واستلام أسلحة من الموصل. بالعكس، البيشمركة هم الذين لم يستلموا حتى إطلاقة واحدة، رغم أنهم يعني طوال أكثر من سنة ونص حاربوا داعش، وهم كسروا شوكة داعش في، وكانوا مشاركين أساسيين في هزيمة داعش، ولكنهم لم يستلموا أي سلاح ولا أي طلقة من بغداد. كل ما حاربوا به هو من الأصدقاء الذين كانوا يعني من دول عديدة الذين حاربوا الإرهاب. دعني أتوقف عند هذه النقطة، هل تتفق مع ذلك أستاذ باسم؟ لا، بكل تأكيد، مع احترامي للأخ صبحي، يعني الدولة العراقية منذ عام 2004 وهي تدفع لإقليم كردستان حصته من الموازنة العراقية بمقدار 17%، ووصلت هذه الحصة في عام 2008 و9 و10 و11 أبان الارتفاع أسعار النفط إلى حدود 17 مليار سنويا لإقليم عدد نفوسه لا يتجاوز 3 ملايين أو إذا أخطأت 4 ملايين مثلا. وطبعا جزء من هذه الـ 17 مليار أو جزء من هذه الـ 17% من حصة إقليم كردستان، والمفروض قد تصل إلى 3 أو 4 مليارات تذهب تسليح إلى البيشمركة من الحكومة العراقية والدولة العراقية. هذه الموازنة التي تدفع للإقليم، خذ مو مجرد رواتب، موازنة عامة، بمعنى تبتدئ من أصغر دينار لأصغر موظف وتنتهي بتسليح قوات البيشمركة، وبالتالي رواتب البيشمركة وتسليحهم وكل ما موجود إلهم هو من إنفاق الدولة. طيب، الاتحادية العراقية من بفط الجنوب. وضح تحديدا، وضحت هذه النقطة، وبالتالي وفقا على هذا الأساس يعني نحن وضحت هذه النقطة. دعني يعني قبل أن أختم معكما أود أن أسأل سؤال، هل تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد؟ هل نحن أمام أزمة جديدة بين بغداد وأربيل عنوانه البيشمركة؟ باختصار لو سمحت. إذا كنت تسألني، أنا لا أعتقد بوجود أزمة جديدة، هي مطالبات بالتقنين وبالعمل المؤسساتي، مثل ما تطبق الأوامر على الحشد الشعبي، كذلك يعني بادر مقتدى الصدر السيد مقتدى الصدر بهيكلة وتحويل سرايا السلام إلى الدولة العراقية، نأمل على أن تشمل قوات البيشمركة. لكن هل نرغب في أن تتحول هذه القضية إلى أزمة مع إقليم كردستان؟ أنا أعتقد بكل تأكيد لا أحد يرغب بذلك في الوقت الحالي تحديدا. واضح. أستاذ صبحي، ما هو ردك؟ يعني أنا أشرت إلى أنه منذ عام 2014 تم قطع الموازنة، طبعا بالتأكيد قبلها كانت الموازنة مستمرة، بعد 2014 تم قطع الموازنة، ومن ضمنها كل رواتب البيشمركة ورواتب الموظفين وأيضا الميزانية. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني أشرنا بشكل واضح أنه بالتأكيد لا يمكن أن تكون هذه محل مشكلة أو أزمة تخلق أزمة. التوافقات الأخيرة والاتفاقات والحوارات التي تجري هي تجري لصالح بغداد وأربيل، وبالتالي الجميع يعني يحرص على إدامة هذه التوافقات ولا يوجد أي أزمة في هذا الموضوع. واضح. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي من أربيل، ومن بغداد كان معنا المحلل السياسي باسم العوادي، شكرا جزيلا لكما.